أكدت النائبة عن اتحاد القوى نورة البجاري أن إيران تريد تقريب الكتل المقربة منها لكي تبقى مسيطرة على المشهد العراقي وعلى نفوذها. وقالت البجاري إن هناك تدخلات خارجية في تشكيل الحكومة من قبل إيران والولايات المتحدة ودول إقليمية أخرى، مؤكدة أن طهران تدعم تحالف الكتل المقربة منها لتستمر هيمنتها على العراق، موضحة أن التدخلات الخارجية واضحة على المشهد السياسي وسيكون لها دور واضح في تشكيل الحكومة المقبلة.